بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نبدا مع بعض ليسون جديد، وهو ليسون نمبر 9، وده اخر ليسون في تشابتر 1. في الليسون ده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه اسمها بليدج، والبليدج هو التعهد. يعني احنا في الكلاس بتاعنا المفروض ان احنا نتفق مع بعض على مجموعه حاجات، الحاجات دي ننفذها مع بعض ونحافظ عليها مع بعض، وبتكون دايما افكار جميله وحاجات بتساعدنا وحاجات بتشجعنا اكتر. فالشعار بتاعنا النهارده وي بليدج تو، لازم تقرا الكلام ده وتحاول ان انت تفهمه. وي بليدج تو، نحن نتعهد ب show kindness and respect to other، نعبر عن الحب والاحترام لغيرنا. encourage and promote a feeling community، encourage and promote a feeling of community and friendship throughout our school، نعبر عن او نشجع وندعم الاحساس ب الصداقة والمجتمع في المدرسة بتاعتنا. show empathy، empathy يعني التعاطف، to others who need help، نعبر عن التعاطف للمحتاجين مساعدة. never bully anyone، ما نزعجش او ما نتسلطش على حد او ما نضايقش بمعنى اصح حد. forgive other، نسامح غيرنا. المفروض ان الشعار ده ان احنا نعلقه او ان احنا نعمله ونعلقه في الكلاس روم بتاعنا او في الفصل بتاعنا، ويكون دايما دايما بنفكر بعض بيه، ودايما ان احنا بننفذه بمعنى اصح، ان احنا نكون اصدقاء لغيرنا ونحافظ على غيرنا. تعالوا نقرا مع بعض تاني، قول ورايا. we pledge to، we pledge to show kindness، show kindness and respect to others، encourage and promote a feeling of community and friendship throughout our school، show empathy to other who need help، never bully anyone، forgive others. بكده نكون خلصنا مع بعض lesson number 9، وخلصنا chapter 1. في الشابتر اللي جاي ان شاء الله طبعا في lesson number 10، والlesson number 10 ده عبارة عن project هنعمله في الكلاس، فمش هنشرحه في الفيديو، هيكون activity جوه الكلاس بتاعنا، وده اخر lesson في chapter 1 بالنسبة للشرح. ان شاء الله هنبدأ في chapter 2 في الفيديو اللي جاي. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.